ترأس الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان حفل تدشين مسجد أبو بكر الصديق بحي أنجاري، والذي تم بناؤه بدعم مشترك من قبل الدكتور عبد الرحمن حجار وجمعية فاعل الخير للتنمية. تقرير محمد حسن آدم. افتتح الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان مسجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه بحي أنجاري بالدائرة الثامنة، والذي تم بناؤه بدعم جزئي من الدكتور علي عبد الرحمن حجار الذي تبرع بالقطعة الأرضية وبناء ملحقات المسجد، وأن المسجد جاء بتنفيذ من جمعية فاء الخير للتنمية وبتمويل من ميسوري الحال من أبناء المسلمين، حيث أما المصلين مفتي الديار التشادية الشيخ أحمد النور محمد الحلو، والذي ذكر المصلين فضل بناء المساجد وعمارتها بالصلوات والمواعظ. هذا وافتتحت المناسبة بآية من ذكر الله الحكيم، وعقب ذلك كلمة اللجنة التنظيمية على لسان الإمام محمد الحافظ جبريل الذي رحب بالحضور على تلبيتهم الدعوة، كما تلته كلمة الجهة المنفذة للمشروع من قبل رئيس جمعية فاء الخير للتنمية الدكتور أزرق الخليل. الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في كلمته الافتتاحية للمسجد أشاد بهذه البادرة، وحث من من الله عليهم على المبادرة في فعل الخيرات وبناء بيوت الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم في أعمالهم ويبارك لهم في أموالهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والسداد، وأن يعملوا الكثير الكثير من بناء المساجد وحفر الأعباء وكذلك إعانة المساكين والأيتام. واختتمت المناسبة بتعيين إمام المسجد محمد الحافظ جبريل ونائبه يوسف خليل طاهر وأثمان محمد عمين مؤذنا، كما أن صاحب البادرة تبرع بهذه الأرض ليكون في ميزان حسنات أمه.